قضية استملاك خان الصابون عادت إلى الواجهة مع تبلغ أصحاب المحلات مؤخرا بإنذارات لإخلاء مصدر رزقهم. قضية كانت وجدت حل مؤقت في العام 2009، سمح لبلدية طرابلس خلالها بوضع يدها على الطابق الأعلى للخان وللتجار بالمحافظة على مصالحهم في الطوابق السفلى. ومع تشكيل لجنة لخان الصابون تبين أن قرار الاستملاك لم يلحق كل العقارات، كما أن التعويضات التي حددت مشحفة جدا بحق المالكين. استنست بلدية طرابلس بالاستملاك بالطابق الأرضي عقارات عدة، وما بنعرف ليش إنه في شتا وصحوا على نفس السقف. نحن مفسر سببه في ضغط سياسي معين من أصحاب هالناس هيدي على بلدية طرابلس لتوقيف هالاستملاك. نحن مع لغي الاستملاك بالطابق الأرضي إطلاقا. بالآخر هذا مبنى أثري تاريخي له وجود وله حضور وله أهله وله روحه، يعني هذا هو جسد بلا روح، نحن الروح تبعه. كيف بدك يعني أنت بدك تشيل بدر حسون بالآخر وتحط فيلم فيديو يعني بديله؟ التبيغ بالإخلاء لم يأتي من بلدية طرابلس الحالية بل من القضاء، وهذا ما أدهش المجلس البلدي الحالي. أنا شخصيا كرئيس لجنة أثار وتراث كنت بصوب الملاكين، لأنه بعتبر أنه الخان يعيش بالحرف والناس اللي عايشين فيه مش بإخلاءه تماما، خاصة بظل غياب خطة لإعادة إحيائه. تاريخيا يعتبر خان الصابون ثاني أكبر خان في طرابلس بعد خان العسكر. يرجح المؤرخون بأنه يعود للفترة المملوكية، ولكنه شهد تحول أساسي في الفترة العثمانية وعلى يد هذه السيدة بالتحديد. أنا هيام، زوجة السلطان سليمان القانوني الشهيرة اليوم بالمسلسلات التركية المعروفة بهيام، وهي اسمها السلطانة خاسكي حرم سلطان أو روكسلانا باسمها الأساسي. عينت متولي لهذا الوقف يقوم بجمع إيرادات هذا الخان وتحويلها إلى الحرمين الشريفين إلى مكة. هذا الخان حمل عبر التاريخ أسماء مختلفة مثل خان المنزل أو خان الرز، وأصبح خان الصابون منذ 120 سنة. فيقول أصحابه أنهم يرفضون استملاك رزق لإعطائه لأشخاص لا صلة لهم بطابع المكان الحرفي والتاريخي.